بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بتلاميذنا في مدرستهم عشتار الابتدائية الأهلية. معكم معلمة مادة القراءة للصف الأول الابتدائي منى محمد. أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم سنتعلم مهارة جديدة من كتاب قراءتي للصف الأول، وهي اسمها المادة. سنتعرف على المادة التي تقع فوق حرف الألف في درس جديد، وهو آمنة تقرأ القرآن صفحة 107. سنقرأ موضوع آمنة تقرأ القرآن. قبل أن نقرأ الموضوع حبايبي الحلوين، دعونا نتعرف على المادة. المادة هي أصلها همزة وألف، يعني مثلا كلمة آمنة تبدأ بهمزة وألف ونكمل كلمة اسم آمنة، آمينة. تمام؟ آمينة، همزة وألف للتيسير حتى تكون سهلة علينا. تقلب هذه الهمزة فوق الألف وتصبح مادة، اللي هي تشبه جناح الطير، تشبه جناح الطير. وعند النطق تنطق بمد الألف، نمد نطق الألف. آمينة. عرفنا صف الأول هي همزة وألف لتيسير الكتابة والقراءة. تقلب هذه الهمزة إلى شكل يشبه جناح الطير وتنطق آمينة. بدل ما نكتب همزة وألف نكتب مادة. هذه هي شكل المادة، شكلها يشبه جناح الطير. تمام حبايبي؟ وأيضا في كلمة القرآن، القرآن هنا أتت في وسط الكلمة القرآن، أيضا هي أصلها همزة وألف. تقلب هذه الهمزة والألف وتقلب إلى شكلها يشبه جناح الطير. المادة تقلب إلى مادة فوق الألف. تمام يا حلوين؟ وتقرأ القرآن. الآن أنا وياكم نذهب لقراءة موضوع آمنة تقرأ القرآن. آمينة هذه البنت اسمها آمنة، إذن اسم آمنة اسم بنت مؤنث. مؤنث، ماذا تفعل هذه البنت؟ تقرأ القرآن، كتاب المسلمين، كتاب القرآن الكريم، أخذناه في التربية الإسلامية. آمينة تقرأ القرآن. القرآن. تدعو الله وتقول آمين. آمين، أيضا كلمة آمين ابتدأت بالمادة، المادة هذه المادة فوق حرف المد الألف، نسميها مادة لأن تمد النطق حرف الألف. آمينة، شكلها يشبه جناح الطير، جدا جميل. آمين. نكمل. هذا الولد اسمه آدم. ماذا يفعل آدم؟ مثل كما تشاهدون في الصورة، إنه يقرأ الكتابة. ماذا يفعل؟ يقرأ الكتابة. نقرأ الجملة. آدم يقرأ الكتاب. هنا هذه البنت اسمها مآرب. اسم هذه البنت مآرب. مآرب تقرأ قصة، تقرأ قصة، تقرأ قصة الأسد والفأرة. تقرأ قصة الأسد والفأرة. مآرب أيضا أتت المادة فوق حرف مد الألف وسطية بعد حرف الميم. مآرب،
مآرب تقرأ قصة. نكمل حبايبي، الآن ننتقل إلى مقاطع الكلمات لهذا الموضوع. عندنا هنا كلمة، أول حرف كيف ننطقه؟ آ مي ن تو، حرف التاء الآخرية اللي شكله يشبه رقم 9. آمينة تو، نكتبها آمينة تو. آمينة تو، حرف التاء هنا مشكل بالضم. آمينة تو. تقرأ، كلمة ت الأولية والأق، تقرأ، تقرأ. كلمة تقرأ، تقرأ. القرآن، الكلمة القرآن ألف ولام ال، حرف القاف مشكل بالضم. قو، القرآن. والمادة آ ن، كلمة القرآن، القرآن. تدعو، ت أولية مشكلة بالفتح ت، والدال تد عو. الله، لفظ الجلالة الله، الله. تدعو الله، تدعو الله. و أداة الربط و. تقول، ت الأولية مشكلة بالفتح ت، قول تقول، كلمة تقول. و تقول، بعد هذه النقاط نسميها نقاط التحدث، هي النقطتين الرئيستين. وتقول آمينة، آ مد فوق الحرف مد الألف، آمينة، آمين، آمين. وتقول آمين، آمين. نقرأ الجملة من الموضوع، الجمل يلا وياي حبايبي. آمينة تقرأ القرآن، تدعو الله، وتقول، نقاط التحدث. آمين، أعيد. آمينة تقرأ القرآن، تدعو الله، وتقول آمين. يلا وياي ننتقل، كمل كلمات. آدم، مد تبدأ، اسم آدم يبدأ بحرف الألف وفوقه مد. آدم، الميم هنا الآخرية، هذا شكل الميم الآخري ومشكل بالضم. آدم، آدم. يقرأ، ي الأولية والحرف القاف، يقرأ. كلمة يقرأ، يقرأ. هنا الألف مشكل، تبه الهمزة يقرأ، والضمة يقرأ، يقرأ. الكتاب، ألف ولام ال وحرف الكاف مشكل بالكسر. الكي تا ب، حرف الباء الآخر مشكل بالفتح ب. الكتاب، كلمة الكتاب، الكتاب. كمل، نقرأ الجملة. آدم يقرأ الكتاب، أعيد، آدم يقرأ الكتاب. مآرب، ما الأولية ما، وهنا حرف الألف الوسطي، حرف مد الألف، ما آ آ، والمد اللي شكلها يشبه جناح الطير. مآرب، 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 مآرب. تقرأ، ت الأولية مشكلة بالفتح، ت أق تق
ر أو. تقرأ تقرأ قصة. قيل أولية وحرف الصاد الوسطي لكن مكرر مرتين، نحذف المكرر. وماذا نضع؟ نضع شدة وحركة الحرف الثاني الفتحة الفتحة. قصة تن قصة تن. حرف التاء الآخر مشكل بشنو؟ ما هذا؟ تنوين فتح. أحسنتم. قصة تن قصة تن قصة تن. تقرأ انعادت هذه الكلمة تقرأ قصة. انتبهوا هنا قصة نطقتها بتنوين الفتح، هنا قصة. تقرأ قصة الأسد ال أ ال أ س س دي الأسد. كلمة الأسد تبدأ بألف ولام بعد حرف الألف الأسد الأسد. وبعد شنو؟ الفأر ألف ولام الف حرف الفاء مشكل بالفتح الف. و حرف الألف الوسطي الفأر ري الفأر. نقرأ جملة هذا المقطع. مآرب مآرب. تقرأ قصة. مآرب تقرأ قصة. تقرأ قصة الأسد والفأر. تقرأ قصة الأسد والفأر. الآن أحبتي الحلوين ننتقل لقراءة الموضوع، تابعوا معي جيدا. آمنة تقرأ القرآن تدعو الله وتقول آمين. آدم يقرأ الكتاب. مآرب تقرأ قصة. تقرأ قصة الأسد والفأر. حبايبي الحلوين أعيد لكم قراءة هذا الموضوع حتى بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو ترسلون بصمة صوت لقراءة هذا الموضوع، تمام؟ أو بعد البث مباشرة. آمينة آمينة تقرأ القرآن تدعو الله وتقول آمين. آدم يقرأ الكتاب. مآرب تقرأ القصة. تقرأ قصة الأسد والفأر. حبايبي إن شاء الله بالبث نطلع أو نقرأ قصة الأسد والفأرة، قصة جدا جميلة نقرأها أنا وياكم بالبث. انتظروني بالبث إن شاء الله أقرأ لكم القصة جدا جميلة. وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى موضوع آخر. قبل لا أنتقل لموضوع آخر أعرفكم ونعيد المادة. مثل كلمة آمنة تبدأ بهمزة وألف تقلب إلى جناح الطير، وهذا شكلها مدت مد الحرف آمينة. وعدنا هنا كلمة القرآن أيضا هنا الوسطية القرآن أيضا همزة وألف تقلب إلى جناح الطير، هذا شكلها القرآن. وكلمة مآرب أيضا همزة وألف تقلب إلى مدة مآرب. وكلمة آدم همزة وألف آدم قلبت إلى مد آدم وتقرأ آدم. الموضوع جدا جميل وإن شاء الله بالبث أطلع لكم فيديو جميل قصة الفأرة والأسد. وبعدها إن شاء الله نأخذ موضوع آخر. هيا نتعلم بعد أن أكملنا مهارات القراءة الحركات القصيرة والتنوين وحروف المد، وأيضا أخذنا جميع الحروف العربية. الآن هيا نتعلم القراءة والكتابة، موضوع جدا جميل، تابعوا معي.
لقراءة هذا الموضوع. هيا نتعلم، قال المعلم لتلاميذه. هيا نتعلم نقرأ ونكتب. قالت المعلمة نرسم ونلعب. قال التلاميذ نقرأ ونكتب نرسم ونلعب. كلمات جدا جميلة متكونة من الحروف الهجائية اللي أخذناها في دروسنا السابقة، لأن أخذنا الآن كافة الحروف. الآن ننتقل إلى تهجي الكلمات. هيا، كلمة هيا تبدأ بحرف الهاء الأولية مشكلة بالفتحة، والياء مشددة، إذن الياء كانت مكررة مرتين مثل ما تشاهدون باللون الأزرق والأسود. حذفنا الحرف المكرر ووضعنا شدة فوق الحرف. هيا وألف. آ نتعلم، كلمة نتعلم نون تا ن ت وحرف العين الوسطي، نتعلم وحرف الميم الآخر. نتعلم نتعلم. قال، كلمة قال قاف أول يق وآه قا ل قال. المعلم المعلم المعلم. انتبهوا ياي، هنا اللام مكررة مرتين، لهذا حذفنا الحرف المكرر وضعنا شدة وكسرة، حركة الحرف الثاني. المعلم لتلاميذه حرف اللام لي مع الكسر لي ت لا مي ذي هي لتلاميذه لتلاميذه. هيا هيا نتعلم، عادة هذه الكلمة نتعلم. نقرأ، كلمة نقرأ ن اق ر نقرأ، كلمات جدا بسيطة وانعادت علينا لأكثر من مرة. نقرأ وأداة الربط ونكتب ن الأولية وحرف الكاف. نكتب. نقرأ جمل الكلمات السابقة. هيا نتعلم، قال المعلم لي ت لا مي ذي هي لتلاميذه لتلاميذه. نقاط تحدث، قال المعلم لتلاميذه. نقاط تحدث. هيا هيا نتعلم نتعلم. نقرأ ونكتب ونكتب. نقرأ ونكتب نكتب. أعيد. هيا نتعلم، قال المعلم لتلاميذه. نقاط التحدث. هيا نتعلم نقرأ ونكتب. قالت قالت، عندنا هنا كلمة المعلمة ألف لام ال والميم مع الضم حرف العين. المعل أيضا اللام مكررة مرتين، حذفناها وضعنا شدة. المعلمة المعلمة. قالت المعلمة نرسم حرف النون الأولي ن أر نر سو مو نرسم. و نلعب ن أولية واللام نل ع وسطية وحرف الباء الآخري مشكل بالضم. نلعب
نرسم ونلعب. قال قال التلاميذ ت مكررة مرتين حذفتها وضعنا شدة. التلاميذ التلاميذ. قال التلاميذ نقرأ نقرأ ونكتب نكتب. عدناها طبعا هذه الكلمات حتى تصير سهلة عليكم. نرسم نرسم نلعب نلعب نلعب. نقرأ جمل الكلمات. قالت المعلمة نقاط التحدث نرسم ونلعب. قال التلاميذ نقاط تحدث نقرأ ونكتب نرسم ونلعب. نقرأ ونكتب نرسم ونلعب. هذا موضوعنا الجميل. يلا حبايب الحلوين أعيد لكم قراءة الموضوع. هيا نتعلم. تبعوا وياي. قال المعلم لتلاميذه نقاط تحدث. قال المعلم لتلاميذه نقاط تحدث. هيا نتعلم هيا نتعلم. نقرأ ونكتب نقرأ ونكتب. أعيد. هيا نتعلم. قال المعلم لتلاميذه هيا نتعلم نقرأ ونكتب. قالت المعلمة نقاط تحدث نرسم ونلعب نرسم ونلعب. قال التلاميذ نقاط تحدث نقرأ ونكتب نرسم ونلعب. حبايبي الحلوين أيضا عند مشاهدتكم لهذا الفيديو أو بعد البث ترسلون بصمة صوت لقراءة الموضوع حتى أسمع أصواتكم الجميلة. الآن ننتقل إلى الواجب البيتي. كتابة موضوع آمنة تقرأ القرآن صفحة 107 وموضوع هيا نتعلم صفحة 108 مرة واحدة في الدفاتر. تمام يا حلوين. مع ارسال الواجب على الخاص الفايبر لا تنسون كتاب الكراس. إلى هنا أعزائي التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.